عايز يبقى اليابان، عايز يبقى ألمانيا. يعني المجتمع المصري، مصريين عايزين يتقدموا، عايزين يشعروا ان بلدهم على قد تاريخها، على قد تاريخها، قد الدنيا بجد. مفيش بلد قد الدنيا يبقى صار تقرأ وتشرب وتاكل. مش ده الموضوع، مش بتشرب وتاكل وتركب مواصلات وتروح الشغل، دي مش قد الدنيا، دي زي اي حد يعني، واقل كمان. انما البلد اللي قد الدنيا هي البلد الناهضة، البلد اللي تنهض. طب كويس، ما احنا بنحاول ننهضها اهو. لا، ما هو بقى بنحاول ننهضها اهو، يبقى بنتكلم على احنا بنعمل مشروع احمد زويل ولا ما بنعملوش. ما بنعملش مشروع احمد زويل خالص، احنا بنعمل عكسه، احنا ماشيين وراه باستيكة. ازاي؟ بقول لك، ما انت مشروع التقدم يعني دولة مدنية، احنا في دولة دينية على بولوصية، يعني تقلبها النحادي كده تطلع بولوصية، دولة دينية على بولوصية. طيب نروح ناحية، طب احنا ما بنعمل مشروعات ممتاز، مشروعات ممتازة بالمناسبة، في كثير منها ممتازة، انما المشروعات اللي بدون دراسات جدوى انا ما اعرفش اقول ممتازة ولا وحش. مشروعات بدون دراسات جدوى اعرف اقول فيها ايه. انما هل القصة مشروعات؟ اي مشروعات كويسة وممتازة وجميل، ولو قررنا وانه كل الناس تقول انها مشروعات ممتازة احسن، يعني يتخاف انها بتكون بتهد مثلا الروح المعنوية للشعب، ممتازة جدا خلاص. انما الفكرة هنا، هل ده النهضة؟ ممكن يقول في نهضة انشائية وعقارات وبتاع، كويس ممتاز. بس انا برضو فهمي عن مشروع مصر انها مشروع مصر، مصر محمد علي، يعني محمد علي ما شقش القناطر وعمل ودخل لنا القطن والحاجات دي عشان يبقى دولة بتاكل عيش، ودولة شعبها بياكل الحمد لله وبيروح وبيروح الشغل وبتاع، هتعوز اكتر من كده ايه؟ لا، عمل ده عشان نهضة. يقول لك نهضة مصر في محمد علي، عمل مشروع كبير جدا، مصر الحديثة وبلد رائدة ودولة قوية وقادرة ومجتمع وشعب مؤثر وينير المنطقة كلها، ده شعب قائد. ده اللي انا ما فاهمه، ان احنا بنعمل عايزين نعمل بلد تقود نفسها الى مسار الدول الكبرى، الامم الكبرى، على قد تاريخها، ال 3000 سنة بقى، ال 4000 سنة، 6000 سنة اللي احنا عايزين بقى نقوله يعني. فهل ده المسار؟ لا، ليس هناك اي مسار لان تكون بلدا كبيرا قويا ناهضا